كان يوم الثلاثاء 8 ماي 1945. كل العالم كامل خرج يحتفل على خطر الحلفاء ربحوا النازية. في الجزائر الناس خرجت لأسباب أخرى، فبعد ما أولادها شاركوا في حرب خطيتهم الحرب العالمية الثانية كانوا يستنوا في فرنسا توفي بعدها وتمدلهم استقلالهم. ما بالصح اللي صرا أنه فرنسا اللي كانت تحكي على حق الشعوب في تقرير مصيرها كي لحقت للجزائريين بدلت الديسكور ديالها، وأول حاجة دارتها أن فاطمة صالح الحاج الكابون ومنعت الحزب تاعو من النشاط. الشعب الجزائري رفض هذا الشيء ومحملش أنه فرنسا تدور على هدرتها. الحركة الوطنية وعلى رأسها حزب الشعب الجزائري دعت لمسيرات سلمية في كامل الجزائر يفكروا فيها فرنسا بوش وعدتهم الاستقلال والحرية. بدأت مسيرة كبيرة رفض شعار التحرر، ومر علامات الحلفاء اللي كانوا رفضينها الجزائريين الظهر للعلام الجزائري لأول مرة. كان رفض شاب من الكشافة الإسلامية بوزيد سعال عمره 26 سنة، سيال البوليس الفرنسي نحيلوا العلام وكي ما قدرش قتلو. كان هذا أول شهيد في سلسلة 45,000 شهيد قتلتهم فرنسا في الأيام اللي جاية من بعد. الصيف قالما خراطة مدوا أول دفعة من الشهداء الجزائريين. كانت فرنسا تقتل بلا رحمة، الناس اللي البارح كانوا يحاربوا معاها في هتلر والنازية كانت متصارة بأتم معنى الكلمة. دوار كامل كان يتحرق من الكبير للصغير وما يفرقوش بين المرأة ولا الراجل. جريمة حرب تبقى لليوم شاهد على توحش المستعمر. هات المتصارة هي اللي خلات الجزائريين يفهموا بالاستقلالهم ما راحش يدوه غير بالقوة. كاتب ياسين اللي كان طالب في الثانوية هذاك الوقت قال كي واجهت إنسانيتي الأول مرة الصدمة اللي حسيت بها كانت قاسية، مي بالصح عززت وطنيتي. نشهد بلي المظاهرات كانت سلمية ومتوقعناهاش تخلص بألاف الضحايا. ومنحكي لها على زمان الله يرحم الدوار والشهداء الأبرار اللي على جرهم احنا اليوم أحرار.